السياسية بجامعة الجزائر. ثلاثة، أهلا بكم. مرحبا. إذا أستاذ صغور، كما تابعتم معنا ربما تفاصيل هذه الأزمة، 3 أسابيع من حالة الانسداد بالمجلس الشعبي الوطني، لجأ النواب يعني بعد إمساكهم تمسكهم وإلحاحهم على مطلبهم بمغادرة بوحجة وتمسك هذا الأخير بمنصبه، يعني تم اللجوء إلى عدة إجراءات ومنها الإعلان إلى عن حالة شهور منصب الرئيس مؤخرا. يعني كيف ترون أنتم ربما كل تطورات هذه الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أظن أنه الإشكال وقع في عملية الإخراج، كيفية ومنهجية الطريقة التي تمت بها معالجة هذا الموضوع. كان بإمكان أن يكون هناك توافق، لو تكلمنا على السياسة كان بإمكان يكون توافق وتتم العملية بسلاسة وبهدوء وبدون هذه الأفعال والردود الكثيرة. الآن سمعة البرلمان أصبحت في الحضيض، لأنه كل الرأي العام الداخلي والخارجي كله سمع بأنه فيها أزمة داخل البرلمان، فيها خرق للدستور، فيها عدم امتثال للقانون، فيه 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 فيه. الآن وصلنا، هل السؤال هل هي منطق دولة ريزون ديتا وبالتالي على بحجة يجب أن يغادر؟ هل هي منطق صراع شخصي بين بحجة الآن وبين البرلمانيين وبالتالي يجب الفرد يجب أن ينسحب للجماعة؟ إذن الإشكال أصبح يعني من الجانب القانوني فيه إشكال. الآن لما وصلوا لهذا الحل الإبداع الخطير هذا نتاع أنه المادة 10 والتي تسمع بعملية الشعور، أكيد أنه الآن ما هو يطرح تساؤل جديد أيضا. السؤال اللي راح يزيد ينطرح هو الآن بوحجة لم يستقيل، ولما لا يستقيل وأنت تعملي رئيس برلماني، هل يصبح البرلمان برئيسين؟ رئيس شرعي كان موجود ويقول أنا قانوني وأنا خاضع للدستور وأنا لم أستقيل، والرئيس الجديد الذي سوف ينتخب من طرف الأغلبية في البرلمان. إذن فيه مشكل حقيقي في هذا البرلمان اليوم ووصلنا له. إذن اليوم كيفية خروج من هذه الأزمة أعتقد أنها ما زالت مستمرة، لأنه بعد أسبوع آخر سيذهبون إلى الجمعية العامة، والجمعية العامة ما نش عارف إذن تطورات لا، لأنه منطق ميزان القوة لصالح الأعضاء البرلمان، لأنهم بالجانب الكمي هم أكبر عددا، ولكن منطق القانون لصالح الرئيس، وبالتالي هذا هو الصراع وهذه الأزمة وهذا هو الانسداد. يعني ربما توجه النواب إلى إعلان حالة شهور المنصب وإعلانهم عن أيضا عقد جمعية عامة لمكتب المجلس لتحديد تاريخ انتخاب بوحجة، يعني كواليس تدور أنه في بعض الوجوه اللي ربما ستكون خليفة لبوحجة. تساؤل يطرح اليوم، من سيكون خليفة بوحجة، وهل ربما يمكن أن يتعرض لنفس مصير ربما بوحجة؟ لا، هو أكيد أنه خليفة بوحجة سيكون من جبهة التحرير الوطني، لأنه حزب الأغلبية في البرلمان وهذا تحصيل حاصل. اثنين، أنه هذا الأزمة هذه ظهرت أنه البرلمان في الجزائر هش وما زال ما عندوش يعني ما كسبش شخصيته الكبيرة حتى أنه يقدر يعالج مواضيعه بطريقة أفضل من هذه الطريقة التي عولجت بها واللي أصبحت قضية رأي عام. ثالثا، أنه الرئيس المقبل أنه جاء بعد نوع من نقدر نسميه حتى انقلاب على رئيس شرعي، لانه الرئيس الشرعي ما زال موجود، لانه حاله الشغور هذه اقرها نواب الرئيس ولم يقرها الرئيس، والرئيس لم يستقيل. الان لو بوحجه يستقيل المشكل خلاص فرا، لكن ما دام انه السيد بوحجه ما زال لم يستقيل وما زال مصر وما زال متشبث بانه هو الرئيس وهو الشرعي وهو الدستوري وهو القانوني، هنا اي فعل راح يكون عندنا شيئان. ثم انه الان لكن ما الذي ينتظر بوحجة ربما للرد عن النواب الذين أعلنوا حالة شغل المنصب؟ والله الآن احنا لسنا لا نعرف ماذا الآن بوحجة يفكر فيه. هل لكن حالة الصمت هذه ربما هل ربما ستحسب له أم عليه؟ يعني إذا كان النواب أعلنوا حالة شغل المنصب وهو لم يرد. لا، هو شوفي أنا أظن أنه بوحجة إلى حد الآن يعني احنا نعرف أنه سكوت يعني هو عبارة عن يعني قبول مبدئي. لا، اكيد انه نحن نتكلم هنا على السياسه، ولما نتكلم على السياسه اكيد انه فيه 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 فيه, فيه مفاوضات، فيه حوار، فيه نقاش بينه وبين الجماعه المسانده له والجماعه المنافيه له. او للاسف طوال ربما فتره الانسداد لم يكن فيه تواصل بين الاعضاء، ظن انه تم رفض اي وساطه، رفض اي حلول، يعني كل طرف تمسك
حجته؟ لا اكيد انه كل طرف تمسك بحجته، لانه احنا شفنا انه حتى الضغوطات اللي مورست على السيد بوحجه انه جمد من الحزب، انه تغطيه سياسيه خارج التي كانت تحميه خارج البرلمان وهي المؤسسه الحزبيه جبهه التحرير الوطني، الغاو له كل 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 الغطاءات. اذا انه ولكن هو اصر واصراره حتى اليوم، حتى سكوته اليوم لا اظن انه هو رضا، حتى سكوته اليوم نستطيع ان نقول انه عرض خالي الامر الواقع، لانه الرضوخ للامر الواقع وهي ما يسمى بالريال بوليتيك معناها لم، معناها هذا لم يعطي فرصه. هو الرد الوحيد الذي اقوله انه بوحجه اذا استقال وإراديا وغير إراديا هنا الاشكال تحل، اما اليوم بقى بوحجه سواء رد او يرد، الرد الوحيد الذي ينتظره من بوحجه هل هو يستقيل او لا يستقيل؟ هذا هو السؤال الحقيقي، لانه حتى المطلب نتاع البرلمانيين منذ البدايه منذ الوهله الاولى عمليه سحب الثقه هم عرفوها باللي غير قانونيه، بالتالي طلبوا منه سحب الثقه هو نوع من الضغط الجماعي حتى يستقيل، لكن هو رافض الاستقاله. اذا اليوم لما نقولوا حاله الشغور من الجهه القانونيه، الان الناس كلها تعرف على كل، الان لم يصبح القانون في احتكار أو أو, 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 او مخفي على حتى الراي العام البسيط يعرف بانه حالات التنافي والحالات التي يمكن من خلالها ان تحدث حاله الشغور يعني معناها لم غير متوفره في بوحجه، لانه لا زال حيا وصحيحا ويعمل وينادي بأنه ما زال قادر على أن يقوم بوظيفته على أحسن وجه. إذن الإشكال اليوم أنا أظن إذا كان فيه منطق دولة ريزون ديتا أنه بوحجة يجب أن يذهب، هنا مشكل واحد آخر يخص على بوحجة أن يذهب، لأنه الجزائر هنا تصبح منطق واحد آخر وهو منطق الدولة. منطق الدولة إذا كان يقتضي بأن هذا الشخص يروح، ماذا تقصدون بمنطق الدولة؟ منطق الدولة انه باللغة الفرنسية يقولوا ريزون ديتا، وحتى باللغات كاملة يبقوا مستعملين نفس المصطلح وهو ريزون ديتا لما تكون المصلحة العليا للبلاد تقتضي انه رئيس البرلمان يجب ان يذهب، لاننا نحن في صدد بناء نموذج جديد او فعل جديد او تصرف جديد، وبالتالي عليه ان يذهب، وهنا القانون يتوقف لانه ريزون ديتا توقف القانون. وانتم في هذه الحاله ماذا تتوقعون؟ ستتوقعون ان ربما ان يظهر من جديد بوحجه ويقول بانه انا لم استقل وانا في منصبي؟ لا، بوحجه حتى اليوم لو كان اراد ان يستقل لو استقل، لو لم يترك هذه الازمه ان تستمر. انتم هذا الصمت، هذا سكوت من بوحجه؟ لا اعتقد انه صمت، لانه المساله هذه تمت عندها يومين. اذا الان العمليه ما زالت في كما نقولوا في بدايتها، حتى البرلمانيون او اللجنه القانونيه كانت الاجراء اللي عملته بطريقتها وتفسيرها للماده 10 هو تفسير قانوني، وقالت انني ساذهب الى الجمعيه العامه، والجمعيه العامه هي السيده وهي التي سوف تزكي وتنتخب على هذا الوضع نتاع الفراغ، ومن هنا نبدا في عمليه التحضير للانتخابات الخريفه. اذا بوحجه ما زال نائب في البرلمان، لا احد يستطيع ان ينهي مهامه في البرلمان لانه منتخب. البرلمان هو سلطة سياسية، سلطة تشريعية، له كل الصلاحيات على أساس أنه يحمي ويحصن أعضائه. ممتاز، شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد الرزاق صغور على كل هذه التوضيحات المتعلقة بملف حالة الانسداد في المجلس الشعبي الوطني، شكرا جزيلا لكم. نمر إلى موضوع آخر.